قمنا بالمساهمة في عمليات التعقيم لهذه المؤسسات التربوية باستخدام آلية الأمن الوطني. يضاف إلى ذلك اليوم مرافقة هذا البروتوكول الصحي الخاص في هذا الظرف الخاص وهو تفشي فيروس كوفيد-19 من خلال المساهمة في تطبيق البروتوكول الصحي، وكذا قيامنا بعمل تحسيسي وتوعوي لفائدة هؤلاء التلاميذ على مستوى أقسامهم لحثهم على ضرورة اتباع مختلف السلوكات الوقائية البسيطة التي من شأنها الحد من خطر عدوى هذا الفيروس الخطير.